ثلاث نقاط حصل عليهم الأهلي بالأمس، ولسه يعني قدامنا 9 ماتشات، ربنا يوفق إن شاء الله الفريق. وفي نفس الوقت إحنا عندنا أمل كبير، عندنا أخطاء زي ما كنا بنتكلم. أكيد ما فيش فريق ما بيخطأش، أكيد ما فيش يعني مباراة بتعدي من غير أي ثغرة حتى صغيرة، ولكن في كلام برضو على الصعيد الثاني محتاجين إن إحنا نناقشه بشكل أكثر تفصيلا معاك كابتن عادل. وخلينا نرجع لنقطة كابتن سيد عبد الحفيظ والتصريحات اللي في غاية الأهمية بصراحة اللي اتكلم عنها، وفكرة كمان هنا القضية التحكيمية مش هنخوض فيها بشكل يعني كتير، ولكن احنا محتاجين نقف عندها. خليني اعرف من حضرتك شفت ده ازاي امبارح. والله شوف كابتن سيد دايما تصريحاته فيها عقلانية وارقام، ما فيهاش يعني ايه ابيات شعر وانشا، لا بيقول ان انا في المباراة ديت يوم كذا على ملعب كذا ليه. فالرد ما بيجيش رد لما يقول ان انا في ماتش انا بلعب النصر في ظل الضغط المباريات في الكاس واي فريق بقى، عشان يعني نتجنب الكلام، اي فريق اخر بيطلب ان المباراه تتاجل الماتشين اللي جايين ورا بعض في اسكندريه، فنادي معسكر في اسكندريه، فاروح انا غزل المحل المفروض ان انا العبه في القاهره سواء في الاستاد او في بترو سبورت، فانا اروح عامل الماتش في اسكندريه عشان هو بعد 3 ايام او بعد يومين يبقى يلعب الماتشين بدون بقى سفر بدون ارهاق. طبعا ده في حد ذاته في الكوره عدم تكافؤ فرص. هل الكلام ده في محسوبيه للنادي او للنادي اللي هو بيشتغل فيه؟ ده منطقي جدا لاي واحد محايد بيطلب حاجه طبيعيه ثم بيكملها بحاجه تانية. الجونه هتلاعب سموحه في اسكندريه، الاهلي بعديها بيومين هيلاعب الجونه في الجونه. طيب هل هيسمح لو الجونه طلب انه يعني طالما هو في اسكندريه بدل ما يرجع الجونه والاهلي يجي له في الجونه يبقى برضه ماتش الجونه يتلعب في اسكندريه؟ لو انت مشيت ده هتمشي ده. هل ده الكلام فيه نوع من الزياده للنادي الاهلي؟ هم ردوا على شق واحد بس، انا شفته مع زميل امبارح على الشق ان كان استاد القاهره فيه يعني تصريحات وهو ده السبب، هم ما عندهمش مشكله يلعبوه في القاهره. ده الرد الوحيد اللي جه على الشق ده. ما هو الاصلاحات يلعبوا في استاد تاني، ما هي الاصلاحات. طب ما كان استاد اسكندريه بيقول ان في اصلاحات وبعدين فجاه الاصلاحات خلصت. انا مش من ما فيش نظريه المؤامره بس في اسكندريه كانوا بيقولوا في اصلاحات مظبوط. طب الاصلاحات خلصت بسرعه. ما انا بقول حضرتك الرد بس جه في شق معين، لكن كان في نقاط كتيره اثارت ما حدش رد عليه. احنا لا نشكك ولا نقول ان في مؤامره ولا حاجه، مفيش حاجه ابدا، بس مبدا تكافؤ الفرص. اذا انت هتسمح ان النادي المنافس هيلعب مباراتين في اسكندريه وهو اصلا معسكر في اسكندريه فانت بتدي له الاريحيه الكامله. مفيش بقى ايه بتيجي من سان داونز تروح طالع السويس وبعدين تيجي من السويس على المحلة وبعدين من المحلة على طب هو اللي بيحصل ده واللي حضرتك تتكلم عليه مرجعيته ايه؟ احنا هنفترض حسن النية، يعني لو افترضنا ان مفيش سوء نية طيب يبقى فاضل ايه؟ يبقى ايه المتسبب في النوع ده من الامور؟ يا كريم على مدى تاريخ النادي الاهلي، انا ما بحبش الناس اللي بتحلف، بس يعني على مدى تاريخ النادي الاهلي مفيش اي نوع من المجاملة النادي الاهلي كان بيجاملها، بالعكس كانت كل القرارات على مدى تاريخ كل الاتحادات اللي قبل كده على طول في نوع على طول ضد النادي الاهلي. ليه؟ انا مش عارف. انت حضرتك بتتكلم كمان في ازمنه مختلفه وعصور ازمنه مختلفه، ده ممكن بقى الناس المؤرخين يجيبوا لك بقى بالتاريخ باليوم بالساعه بالمباراه. يبقى احنا كده يعني ما ينفعش بقى نقدم حسن النيه قوي لان واضح ان في لا ما فيش حسن نيه يعني. حسن نيه ايه؟ انت بتشوف المباريات، يعني انا مش عايز اخوض برضه في التحكيم دلوقتي، لكن بتخوض انت قبل سان داونز وقبل نهائي افريقيا انت بتلعب قبلها ماتش بثلاث ايام ولا اربع ايام وبعدين بتخلص المباراه وبتروح واخد الطياره وتطلع على المغرب. يعني انت حتى الحته دي ما انتش مريحني. فيعني طب ليه البطوله دي بتخش في خزينه مصر كدوله؟ طب والنادي الاهلي، لما يقولوا النادي المصري ما يقولوش النادي الاهلي، النادي الاهلي المصري هو اللي واخد اكثر تتويجا في القرن ال21. الحاجه دي مش يعني بتخليك كاتحاد كوره يبقى ليك يعني برضه بتزيد من رصيدك. فانت ضد، انت فاهم ان انت كل ما بتبقى ضد النادي الاهلي انت بتقويه اكتر، انت لا تضعفه، لان النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى في جمهور كبير قوي بيسانده، والجمهور اللي بيسانده ده مخلي الاداره
ما بتنامش يعني. هل الاداره بتاعتنا بتنام؟ ما بتنامش. الجهاز الفني ما بياخدش راحه على طول. انت خدت بطوله افريقيا تاني يوم كنت بتتمرن. اللعيبه محتاجه كريم يعني هواد محتاجين. فاكرين الست ايام برضو كنا عندكم هنا قلنا اللعيبه محتاجه 3 4 ايام. ايوه صحيح. علشان مش كل يوم اكل اكل معين. وفرق لما جدا الراجل ادى 6 ايام. لما رحنا الماتش بتاع الماتش في افريقيا اعتقد الجداد اعتقد سان داونز اعتقد ولا لا يا رب الترجي. لما رحنا الترجي وشفنا الاحداث اللي حصل في الترجي وشفنا اولادنا نزلوا سيطره واستحواذ وخطوره طول المباراه ثم المباراه الثانيه. الست ايام دول فرقوا جدا مع اللعيبه. ست ايام ما بياخدوش كوره ولا بياخدوا حاجه خالص. فاللعيبه محتاجه برضو الراحه دي في فترات معينه. والجهاز الفني عام بيعمل عليه كلام كابتن سيد. انا بشوف انه الكلام اي انسان محايد عقلاني بيدير منظومه المفروض ان هو ان انا محايد فيها لابد ان انا ادي الناس كلها في مسطره واحده. يبقى النادي الاهلي بياخد، الزمالك بياخد، الاسماعيلي، كل الانديه مسطره واحده. كويس. ما تديش حد زاد عن حد. المساواه في الظلم عدل. يا اخي ده ابسط حاجه. وبعدين انت بتعادي 80 مليون؟ انت بتعاديهم ليه؟ بالعكس انت بتحفزهم. انت عارف انت لو جاملتني جمهور النادي الاهلي حساس قوي. احنا مش بنقول حتى مجامله، احنا بنقول اصحاب بقول لو حق يعني. يعني انا بقول لو جاملتني جمهور الاهلي مش هيبقى كده. انما طول ما انت في حته ان انت الجمهور حاسس ان في حاجه يعني ايه مضايقاه شويه فبيخليه يبقى حبه للنادي اكتر وقوفه مع النادي اكتر. وده المطلوب طبعا في الفتره دي اللي احنا فيها تحديدا.